ما هي إلا ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء رحلة قصيرة المدة وطويلة المدى تدعى بطولة كأس أمم أفريقيا، تبعها العالم والوطن العربي بتوتر وقلق وحماس وحزن وفرح أيضا، وأحاطها الكثير من القصص الغريبة والخارجة عن المألوف في بطولات كرة القدم، ما جعلها أكثر تميزا من جميع المنتخبات العربية التي تأهلت وتنافست بكل ما أوتيت من قوة وروح رياضية. كان منتخب الفراعنة هو صاحب النصيب في تحقيق آمال العرب من المشجعين في الوصول إلى قمة البطولة وإلى الكأس، وهذا هو ما سيحدده لقاء اليوم بعد ساعات مع منتخب ليس بالسهل، لا وهو السنغال. طبعا لا يغيب عن المتابعين أن المنتخب المصري واجه العديد من الصعوبات في هذه البطولة وما زال يواجهها حتى اليوم، من تنظيم سيء، أساليب راحة غير تقليدية، إصابات جسدية، غياب المدرب في آخر وأهم مبارتين، إلى أن منتخب الفراعنة أثبت حتى الآن قدرته على التغلب على كل ما ورد. ما يزيد بالطبع من المباراة تميزا هي المواجهة بين أصدقاء أمس وأعداء اليوم، لاعبان عالميان يتحدان في نادي ليفربول يتنافسان في المباراة اليوم، فالصراع سيكون على أشده بين اللاعبين محمد صلاح وساديو ماني، اللذين يحمل كل منهما على عاتقه مهمة قيادة منتخب بلاده لتحقيق لقب كأس أمم أفريقيا. وسط هذه الأعصاب المشدودة، لكن الفرحة حتى مسألة التأهل كانت مفرحة للمصريين ولكثير من الشعوب. قبل الإكمال سأعود إلى المحللين الذين كتبوا الكثير، دعوني أقرأ معكم بعض التعليقات على مواجهة اليوم. أبدأ من الطائي. الطائي قال: شوف مشوار مصر والسنغال، مصر لعبت ضد كوت ديفوار المرشح لللقب، والمغرب اللي عنده جيل ذهبي، والكاميرون صاحب الأرض، السنغال لعب ضد كاب فيردي اللي أول مرة يشارك، وغينيا الاستوائية المرهقين، مصر قطعا الأقوى. هذا تحليل الطائي. أيمن، ماذا قال أيمن؟ هو يعني أيمن لم يكن متفائلا الحقيقة، قال: مصر سجلت 4 أهداف فقط في البطولة، هدف في غينيا بيساو، هدف في السودان، هدفين في المغرب، الإحصاءات ليست في صالح مصر. مصر السنغال. طارق، ماذا قال طارق؟ قال: مصر قدها، لكن برضو ما يمنعش أن غياب لعيبة رئيسيين وغياب كيروش يقلق. لا، مصر قدها سواء فازوا أو خسروهم قدها. جمال قال: حارس السنغال هو أفضل حارس عام 2021، أنصح مصر أن لا يعيدوا ما حدث في المباراة السابقة ولا ينجروا لضربات الترجيح ويحاولوا تسجيل هدف على الأقل، لأن فرص فوزهم سوف تكون قليلة أمامه. طب سأذهب إلى المختصين للحديث، معي من القاهرة الناقد الرياضي سيد محمد يحيى يوسف. أهلا بك سيد محمد، معنا على سكاي نيوز عربية في منصات. هذا الخبر، هذا التعليق، يعني هو تصدر التويتات حول العالم، الكل يخمن من سيفوز، الكل يدعم الجانب المصري، يعني حديث كثير. اليوم أنت بالنسبة لنا الناقد المختص، من تعتقد سيفوز ولماذا؟ طبعا يعني مباراة، طبعا مباراة صعبة جدا، مباراة صعبة حتى التوقعات، مش صعبة الأداء فقط، لا صعبة التوقعات. مباراة مهمة وقوية جدا بالنسبة للمنتخب المصري، يمكن المنتخب المصري بيشجعوا النهاردة 100 مليون مشجع مصري، بالإضافة إلى عشرات الملايين من الدول العربية وبعض الدول الأفريقية. طبعا كله بيتمنى المنتخب المصري يفوز، لكن هي مباراة فيها صراع كبير جدا، خاصة اللي بيشعل الصراع دوت وجود منافس قوي لمحمد صلاح زي ساديو ماني، اتنين زي ما حضرتك ذكرت ان اصدقاء الامس اعداء اليوم. انا شايف ان ده يعني
فعلا ده نقطه، هتبقى نقطه تحول في المباراه بشكل كبير، وده اللي يمكن مخلي المباراه زايدها صعوبه بشكل كبير جدا. وجود ساديو ماني ووجود محمد صلاح في مباراه واحده، يمكن هي دي مش المره الاولى اللي اجتمعوا مع بعض، لكن هي المره الاولى اللي اجتمعوا مع بعض وهم بيلعبوا مع بعض بفريق واحد في 2014 في تصفيات امم افريقيا ل 2015. لعبوا قصاد بعض، بس كان ساعتها محمد صلاح بيلعب في ايطاليا وساديو ماني بيلعب في ساوثهامبتون. فطبعا المباراه المره دي ليها ضغوط كتيره جدا، بخلاف ان المنتخب المصري عايز يرجع تاني لمنصات التتويج ويوصل ليفوز بالبطوله وياخد الكاس ويرجع بالكاس بعد ما فقده في 2017 هو لما وصل للنهائي. ونفس الامر بالنسبه للسنغال اللي فقدته في 2019 وكانت برضو نفسها ان هي تاخده، كان في النهائي وصلت النهائي لكن خسرته. فالفرص ان هو او الامال والطموحات كلها متساويه شويه. في نفس الوقت انا شايف ان في يعني افضليه بالنسبه للمنتخب المصري، لانه انا شايف ان خوضه لمباريات من نوع الكلاس A في البطوله الافريقيه، لما نكون ان هو يفوز على كوت ديفوار ويفوز على المغرب وثم الكاميرون منظم البطوله، دي ما بقاش بالسهل، على عكس فريق نعم. منتخب السنغال اللي برضو الفرق اللي قابلها ما كانتش بالقوة المناسبة. صحيح هو فاز وحقق نتائج والكلام ده كله، لكن في نفس الوقت مش اللي هي الفرق القوية. لكن احنا كنا بنتكلم منتخب مصري كان بيلعب مع فرق مرشحة للفوز بالبطولة بالفعل. طبعا يمكن دييجو جوتا اللاعب ليفربول نعم. طبعا لاعب برتغالي، هو لاعب في ليفربول، طبعا النهارده طلع بتصريح وقال ان انا بشجع محمد صلاح ضد ساديو ماني ونفسي ان هو اللي يفوز. يمكن ناس ارجعت التصريح دوت كون ان هو برتغالي، وكارلس كيروش مدرب المدير الفني المنتخب الوطني او منتخب مصر برتغالي، فقال لك ممكن يكون ده السبب. لكن انا شايف ان هو شايفين ان صلاح بالنسبه لهم قائد في فرقه ليفربول، وشايفين ان طيب. هو نفسه او يحقق ان هو انجازات في على المستوى الدولي اكتر من كده كافضل لاعب في العالم، وكان باقي له طيب. حته ان هو يفوز ببطوله مع منتخب بلاده، فكل يمكن بيشجعه عشان كده. استاذ محمد، يعني اليوم الجميع يترقب هذه المباراه، الجميع يتهيأ لها، يريد ان يستمتع فيها ويفرح فيها ايضا. انا لا اعرف النتيجه، لكن اذا ما توقفت في هذه اللحظه وكان بيدك القرار ان تغير ما يمكن ان يجعل هذا المنتخب افضل، ما الذي ستغيره باعتقادك؟ اللي غيره ان كان يبقى فيه يرجع لي المدير الفني كارلوس كيروش يبقى موجود بيدير المباراه زي ما كان بيدير، خاصه ان قرار طرده كان انا شايفه كان قرار ظالم شويه، ما كانش فيه تجاوز بالشكل الكبير اللي استدعي ان يتم ايقافه مباراتين. يمكن برضو اللي غيره موضوع الانذار مثلا اللي حصل عليه واحد زي عمر كمال الباك اليمين او زي الايمن لفريق منتخب مصر اللي كان بيأدي بشكل قوي جدا بعد إصابة أكرم توفيق. والإصابات ترجع طبعا بالنسبة للمنتخب المصري، خاصة ان احنا إصابات حصلت كتيرة جدا، واحد زي محمد الشناوي حارس المرمى، احمد حجازي مدافع الدولي لمنتخب مصر المدافع الكبير، وأكرم توفيق، ثلاث إصابات من افضل ثلاث عناصر في المنتخب. دي كلها برضو يعني غيار كتير جدا في هذا المنتخب. لكن انا شايف ان 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 الحمد لله المنتخب المصري عنده البدائل الكتيره جدا والبدائل الجاهزه والمستعده في اي وقت. ويمكن فوجئنا ببعض اللاعبين احنا ما كناش نسمع عنهم زي طيب. محمد عبد المنعم وزي احمد فتوح قدروا يتالقوا بشكل قوي، فده انا شايف ان هو يعني ما فيش مشكله ان شاء الله يبقى المنتخب المصري. انت يعني عرجت على كثير من الامور الفنيه، لم تخبرني عن توقعاتك، ما هو توقعك في هذه المباراه؟ اتوقع فوز المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف، لان مثل تلك المباريات مش من النوع اللي هي تبقى فيها اهداف كتير او نتائج كبيره، خاصه ان هي مباراه هتبقى صعبه، ويمكن اللي يقدر يسجل في البدايه هيبقى ليه حظوظ كبيره جدا في ان هو يقود المباراه. وانا شايف ان احنا ممكن فكر مستر كارلس كروش اللي هيكون موجود في المدرجات النهارده هيختلف عن المباريات اللي فاتت، ان هو بيقدر يقفل،
خاصة ان هو عايز يفوز. صحيح هجوم منتخب السنغالي هجوم قوي، لكن في نفس الوقت احنا معانا لعيبة كبيرة جدا ومعانا لعيبة خبرات ومعانا موجود محمد صلاح، يعني في منافسة خاصة اتوقع انه هيشجع زمايله بشكل اكبر لو كان بيشجعهم قبل كده بشكل مهين عشان بشكل قوي عشان خاطر يفوز ببطولة مع المنتخب. لا المرة دي المنافسة اكبر، المنافسة ما بينه وما بين ساديو ماني، ومنافسة على ان هو يحرز لقب البطولة. بالامس راينا يعني الغناء المشترك بين لعيبه وايضا محمد صلاح، لكن حقيقه لو عرجنا على هذه البطوله كان فيها كثير مفاجآت، كثير من التقصير التنظيمي، كثير من حتى الصور يعني التي كانت مخيفه بالتعامل مع اللاعبين. مساله البرميل الذي رايناه بالنسبه للمنتخب المصري كان مفاجئا ايضا. هل ممكن ان تعرج على هذه المساله؟ ما الذي ممكن ان نطوره في اي بطولات قادمة أفريقية؟ أظن موضوع البرميل ده هتلاقيه اختراع مصري، خاصة إن هو كان الجهاز الفني كان عايز يعمل حالات استشفاء كتير للعيبة كتير بعد الإجهاد. منتخب مصري لعب 3 مباريات كل مباراة منهم 120 دقيقة، وده يعتبر بمثابة مباراة إضافية رابعة، فده كان لازم يبقى حالة الاستشفاء ان احنا يدور ازاي تعمل استشفاء للاعبين. ويمكن الاستشفاء دوت طريقه البرميل دي كانت هو السبيل الوحيد قصادهم في ظل ضعف الامكانيات في الكاميرون. وان كان ان احنا بنشوف ان ما عندناش مشكله ان احنا نلعب تحت اي ضغوط او تحت اي تصرف، لكن في نفس الوقت انا شايف ان هو كان احد الحلول الجيده في الوقت الحالي. قدام شويه احنا محتاجين يبقى في تنظيم أكبر. أشكرك طبعا، لم يعد لدي مزيد من الوقت، أشكرك على كل هذه الأفكار. من القاهرة الناقد الرياضي السيد محمد يحيى يوسف، شكرا جزيلا لك.